وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من دبي المحلل السياسي والباحث في شؤون الخليج الدكتور خالد القاسمي. دكتور خالد، يرى بعض المحللون أن هذا المؤتمر الذي يقام حاليا في بريطانيا كشف لنا الكثير والوجه الحقيقي للحكومة في قطر، ما رأيك في هذا؟ شكرا جزيلا لكم. بلا شك يعني أن هذا المؤتمر حقيقة جاء نتيجة أعمال واضحة تقوم بها حكومة قطر من خلال يعني كتمها للمواطنين وسحب جنسياتهم وأيضا الكثير مما تتحدث عنه حكومة قطر خرج سرابا بأن مواطنيها يعيشوا بأفضل عيشة وأيضا لا يوجد لها معارضة، وبالعكس كشف بأن هناك معارضة كبيرة لهذا النظام، نظام الحمدين، وتدخل في شؤون دول مجلس التعاون وأيضا دعم للإرهاب. ونحن لاحظنا حقيقة هذا المؤتمر الذي حضره عدد كبير من المسؤولين والسياسيين وأصحاب القرار من مختلف دول العالم شرقا وغربا، وبلا شك هو أنا أعتقد في نظري بداية لتضعضع نظام الحمدين وأيضا بداية أن يفهم العالم بأن قطر تتدخل في شؤون غيرها وبأن قطر تدعم الإرهاب. وبالحقائق والأدلة حقيقة كشفت أمس أمام العالم. دكتور خالد، أنت ترى بأن المؤتمر سيزيد من الضغوط المفروضة على الدوحة ومزيد من المواقف الرسمية والإقليمية والدولية ضد قطر، نعم؟ بالتأكيد بالتأكيد، يعني هذا الآن هناك مؤتمر آخر في شهر 10 القادم، وبالتالي بلا شك أن المؤتمرات هذه تؤثر. اليوم حتى تحرك الشيخ تميم إلى فرنسا وإلى ألمانيا أعتقد يأتي بعد هذه الضغوط وفي إطار هذه الضغوط. اليوم أنا أعتقد حتى الاستثمارات القطرية في الدول الأوروبية محل قراءة جديدة ومحل نقاش ومحل يعني من أين هذا، محاسبة من أين لك هذا بعد أن تلطخت بالإرهاب. وحقيقة أن يقام مثل هذا المؤتمر في العاصمة البريطانية لندن يعني هذا شيء كبير، وخاصة أن بريطانيا تأخرت في حقيقة إدانتها للإرهاب القطري كما لاحظنا، فقد سبقتها يعني أمريكا والدول الأوروبية الأخرى. فلا شك أن هذا يهز حقيقة الحكومة القطرية التي بدأت تنكشف حقيقة أمام العالم. نعم، ما هي النتائج سيد دكتور خالد، ما هي النتائج المتوقعة من خلال هذا المؤتمر؟ أعتقد أن هناك مراجعة شاملة ستكون في كل الاستثمارات وأيضا الأموال القطرية من خلال البنوك والشركات الأوروبية، وبالتالي هذه الدول الأوروبية حقيقة تريد أن تحافظ على سمعتها بقدر ما هي تحتاج إلى هذه الاستثمارات الخليجية والاستثمارات القطرية بالمليارات، إلا أن تلطخ هذه الأموال يعني بالإرهاب وبأموال مشبوهة وبغسيل أموال وغيرها، يعني كما حدث لبنك كارنديليز في بريطانيا الذي يعني حقيقة أصبح محل شبهة وأصبح يعني لا زالت التحقيقات حوله مستمرة. أعتقد أن هذا ستكون ردة فعل كبيرة حتى في العلاقات مع قطر وحتى تأييد يعني حكومة قطر في كثير من الأمور. اليوم أصبحت الأمور مكشوفة وأصبحت يعني القوى الإرهابية يعني في تضعضع حقيقة، وأمامنا الساحة في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وغيرها. نرى هذا التقدم الذي يحصل لمحاولة يعني إعادة إخواننا العرب وإعادة ترتيبهم بعد الدمار الذي جاء به ربيع قطر يعني حقيقة. فبالتأكيد يعني أعتقد أن إعادة تقييم قطر من جديد لدى الدول الأوروبية هذا الذي يهدف إليه المؤتمر، ليعطي يعني دفعة جديدة لتغيير هذا النظام الذي بات كابوسا على الجميع حقيقة. من دبي المحلل السياسي والباحث في شؤون الخليج الدكتور خالد القاسمي، شكرا جزيلا لك.